نبدا بقى في الايه في المقرر بتاعنا في ممارسه مهنه المحاماه، بس عايزين نبقى حريصين جدا على ان احنا نسمع ونتعايش مع الحديث يعني، وفي حديث كلام وفي حديث تعايش مع الواقع. فاحنا النهارده اللي هنقوله ده حضرتك هتمارسوه اثناء بعد ما تتخرج وهتشتغل، ده شغلك الشغل كل يوم بقى، والغلطه فيه بتكلفك انت اتعابك. مع نتكلم بقى في الشغل والاتعابك، لازم تبقى حضرتك عارف بدائيات الاجراء ايه. هنتكلم مثلا بالنسبه للاحكام، هنتكلم في الطعن في الاحكام، سقوط الدعوه، سقوط انقضاء العقوبه، انقضاء الدعوه وسقوط العقوبه هنتكلم فيها، ودي مهمه جدا جدا، وفي ناس كتير بتقع فيها. احنا عندنا الحكم الصادر من محكمه اول درجه اللي هي محكمه الجونه، الحكم ده لما بيصدر سواء حضوري او غيابي، الحكم ده ميعاد الطعن فيه ايه؟ قد ايه؟ ها؟ اوعى تتكلمي. كم يا استاذ؟ 10 ايام؟ برافو عليك، 10 ايام. الحكم حضوري صادر من محكمة الجنح، مدة الطعن فيه 10 ايام. طيب اسكت 10 ايام. لما نيجي نقول 10 ايام، خلي بالكم في حاجه مهمه برضه، ساعات المتهم بيفوت ال 10 ايام وما يستأنفش، يعني ده العذر. ما انا هقول بس ان ده خطوره. العرف يعتاد في المحاكم، انما القانون هو الاصل. الحكم صادر يبقى في خلال 10 ايام استأنف الحكم. طب انا ما استأنفتش الحكم، في واحد يقول لك استنى شويه لما القاضي ده وحش، استنى لما يمشي وبعدين نبقى نعمل استئناف والكلام ده كله. ماشي الكلام ماشي بقى، كلام ماشي عرف. لكن لما تيجي بقى احيانا، وده بيحصل، تيجي انت تحضر في الاستئناف وتقدم دليل عذر للمحكمه ليكون على مستأنفه، وتشوف حكم صادر امتى وانت مستأنف امتى، والمحكمه تاخد منك دليل العذر وتقول لك والحاضر مع المتهم قدم دليل عذر ثابت به كذا كذا والمحكمه قبلته. اللي بقى والمحكمه قبلت دليل العذر، انا بكتب ده في الروح واحد الكاتب بتاعنا ونكتب يا ابني كذا، خلاص يبقى هو ابن الاستئناف بتاعك هتخش في الموضوع تترافق. طيب في بقى دواير بتيجي انت تقدم دليل العذر الاستئناف بعد الميعاد، المحكمه تقول لك يا استاذ الاستئناف بعد الميعاد، دليل العذر بعد الميعاد، مفيش حاجه اسمها دليل العذر. اخر الجلسه يا استاذ، اخر الجلسه يدي قبول ورفض وتأييد، قبول ورفض وتأييد. نعم رقم الحصر ايه؟ 12 و10 ايام؟ اكتر من 10 ايام؟ يا استاذ انا ماليش دعوه بالحصر، يا استاذ انا ليا دعوه بنص القانون. الحصر ده الشغل بتاع رئيس القلم وبتاع سكرتير الجلسه وبتاع والكلام ده كله، يحصر ما يحصرش دي مالكش، انت بتروح تقول له انا عايز استأنف معايا توكيل، عايز استأنف، بيستأنف لك، ما يقولكش ان الحصر لسه ما كتبش، ما ينفعش. نستأنف، هو في كلام كده؟ طب ولما يجي بقى المحكمه تدي في الاستئناف عدم قبول، والراجل يكون واخد 3 سنين في اول درجه وياخد رفض وتأييد، هتقول له ده انا رحت استأنف والسكرتير قال لي ده لسه الحصر ما اتعادش؟ لا، قانون قانون، لا احنا بنتكلم في قانون.
لان القانون ما فيش فيه اجتهاد. القانون ما فيش فيه اجتهاد زي الحبس الاحتياطي بيتحسب بالساعه، بالساعه مش باليوم. يعني 4 ايام في 15 في 15 او 4 ايام وبعدين 45 يوم. القاضي الجزئي له 45 يوم، اما ان هو يديهم متواصلين 45 يوم مره واحده او 15 يوم على 3 مرات. النيابه بتحبس 4 ايام، ده حق النيابه، وبعدين بتعرض على القاضي الجزئي. القاضي الجزئي بيدي 15 يوم، قرات المحكمه استمرار حبس المتهم 15 يوما تبدا من نهايه الحبس السابق. يجي في المره الثانيه يعرض يدي 15 يوم، يجي في المره الثالثه يعرض يدي 15 يوم. يبقى هنا مده القاضي الجزئي في الحبس الاحتياطي انتهت، مش قادر عليه تاني خلاص. هو ليه بنص القانون 45 يوم اما متواصلين او متقاطعين 15 في 15 في 15، والنيابه 4 ايام. بعد كده بقى بعد ال 45 دول ما يخلصوا، هنعرض فين المتهم؟ النيابه هتعرضه فين علشان تجدد امر الحبس بالنسبه للمتهم؟ هتعرضه على محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشهور. الكلام ده الشغل اللي انتوا هتشتغلوه، محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشهور. محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشهور ليها قد ايه طبقا للقانون للحبس الاحتياطي بالنسبه للمتهم؟ 6 شهور. 6 شهور لمحكمه الجنح المستأنفه في التصرف في امر الحبس الاحتياطي. 6 شهور مده الحبس الاحتياطي، اما ان 15 يوم في 15 في 15 او 30 يوم او 45 يوم له مطلق الحريه. محكمه الجنح المستأنفه اثناء نظر الحبس الاحتياطي بتدي 15 او 45 او شهر، المهم يكمل مده شهور 6 شهور. يبقى عندنا النيابه حقها في الحبس الاحتياطي 4 ايام، القاضي الجزئي 45 يوم، محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشوره 6 شهور. 6 شهور ده الحبس الاحتياطي. طب ما هو في حاجه، طب نفترض ان المتهم ده فضل محبوس وكل ما يتعرض على المحكمه في غرفه المشوره تجدد له ال6 شهور استنفذوا خلصوا. نعرضه فين بقى الراجل المتهم ده؟ نعرضه على محكمه الجنايات منعقده في غرفه المشوره. المشوره يا استاذ جوه يعني في المداوله. يبقى هنا عرفنا تسلسل الحبس الاحتياطي في التصرف مع المتهم الذي تقتضي ظروف الواقعة استمرار حبسه. يبقى النيابه بتحقق، تحبس 4 ايام، تعرض، واحيانا مش انتوا عارفين هي المفروض بعد 4 ايام بتنزل بتعرضه على المحكمه، احيانا بتنزله بعد يومين. النيابه بتنزل بعد يومين، بعد 3، مش مشكله، حق النيابه. لان افترض ان النهارده اخر التجديد بتاعه جاي الجمعه، ال4 ايام جاي الجمعه، او تالت يوم جاي يوم الجمعه، فالنيابه بتحتاط عشان امر الحبس ما يسقطش. نقول لك هو متحقق معاه يوم الاربع والتجديد السبت، فالنيابه تقول لك لا هاتوا الخميس، لا خليش اخر يوم ده السبت ما حدش عارف اللي هيحصل، لا هاتوا الخميس. النيابه بتجيبه الخميس وتعرضه على القاضي الجزئي ويديه يا 15 يوم يا 45 يوم يا شهر. طيب قاضي لما بيقول قرارات المحكمه استمرار حبس المتهم 15 يوما تبدا، خلي بالك من نهايه الحبس السابق. هو اتعرض
يوم السبت، وهو اصلا اتعرض يوم الخميس، وهو اصلا نهايه الاربع ايام بتاعته بتبقى ايه؟ يوم الخميس. فلما نيجي نحسب الحبس الاحتياطي بقى لقرار المحكمه الجديد اللي هو ال 15 يوم، هنحسب من نهايه الاربع ايام. يبقى هو الاربع والخميس والجمعه والسبت، ابدا احسب ال 15 يوم. 15 يوم ماشي. وكذلك غرفة المشؤوم برضو قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين لمدة شهر يبدأ من نهاية الحبس السابق. ده دي سلطة النيابة. ليه دي بتحافظ على ان امر الحبس يسقط، ولو امر الحبس عدى بتحسب بالساعة، لو عدى خمس دقائق وخلص وامر الحبس عدى كان المفروض يتعرض قبل الخمس دقائق دول ما يجوا، يبقى امر الحبس سقط والنيابه او المحكمه بتخلي سبيله من سر النيابه. خلاص ده قانون. حتى لو القاضي يعني وانت دفعت الدفع ده وتقول ده انا بدفع بخلاف سبيل المتهم لسقوط امر الحبس الاحتياطي، لاني اخر يوم في الحبس الاحتياطي كان الساعه كذا وهو اتعرض الساعه كذا. ساعات اللي يقول لك احبسه 15 يوم شهر ايا كان بقى. تيجي حضرتك تقوم مقدم طلب للمحامي العام وتعمل تظاهر وتطلب اخلاء سبيل المتهم بسقوط امر الحبس الاحتياطي وتشرح تقول ان الحبس الاحتياطي كان اخر يوم في المده يوم 10/1 الساعة كذا ده، لكن هو اتعرض يوم 10/1 الساعة كذا، يعني بعد ده بعد فوات مدة الحبس الاحتياطي بربع ساعة. محامي العام بيجيب الأصل القضية ويجيب الموظف ويقول له احسب لي من تاريخ حبس المتهم، نيابة حبسته امتى؟ نيابة حبسته امتى؟ حبسته من يوم كذا، ويحسب لغاية يوم اللي اتعرض على التجديد كان الساعة كذا. وهو اتعرض أصلا الموظف اتأخر وجه متأخر عن الميعاد ربع ساعة، الربع ساعة ده كان أمر الحبس الاحتياطي سقط. هنا المحامي العام بيخلي سبيله، ده قانون مفيش فيه اجتهاد حد، قانون. قانون قال لك ده يتحبس اخر ميعاد ليه الساعة 10 او الساعة 12 ظهر يوم كذا. سكر انت اتعرضت 11 ونص خلاص امر الحبس بتاعه سقط حقه، وده القانون. ما هو القانون زي ما بيدي عقاب لمرتكب الجريمة فالقانون بيضمن حرية المواطن حتى في الاجراء بالرغم من انه متهم في جريمة، لكن طالما اجراء نص عليه قانون الاجراءات بيبقى لصالحه، لا نطبق الاجراء لصالحه. انا شعر العقوبه ما تيجي العقوبه بالله، انما ده قانون الاجراءات ده، دي الضمانات اللي بيضعها قانون الاجراءات الجنائيه لمحاكمه المتهمين اثناء ارتكابهم سن الجرائم. لازم تبقى فاهم ده حفظه علشان ده اللي انت هتشتغل بيه وده اللي هيجي لك، وده اما تبقى محامي فاهم. وخلي بالك بقى، افرض انت القضيه دي جات لك وانت عندك التجديد بكره، قريت القضيه وشفت قرار النيابه امتى وشفت المتهم انت، تشوف الحاجات دي بقى وتشوف العرض على النيابه ده امر الحبس بقى قد ايه، فهمت ان الامر الحبس ده سقط، ما تقولش للمواطن، ما تقولش للمواطن خالص. ليه؟ وفي محامين بقى يقول لك الله ده انا هيطلع ده امر الحبس سقط ده كده هو طالع طالع. طب امال انت عملت ايه؟ ايه هو طالع طالع ده؟ طب ما خلاص ما انت مش ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه هتاخد اتعاب على ايه؟ ده هيسيبك ويمشي. لازم وانت بصفه عامه بقى لما تيجي تتعامل مع الموكل لازم ما تقولش مش منوط بيك ولا مسؤول،
ولا انت مطالب منك انك تقول للمحامي تقول للموكل تفاصيل القضيه، لا خالص، وما يتكلمش في القضيه خالص. انا بكلمكم الحاجات ده لان ده مبدئي والحمد لله ناجح جدا. لازم يبقى المحامي عارف انك انت لازم ايه يبقى لك هبه اكتر من القاضي اللي قاعد على المنصه بيحكم. لازم حديثك مع المتهم يبقى هو فاهم كده، قاعد معاك في المكتب بيكلمك بحذر، بيكلمك باحترام، بيكلمك على قد ما انت تطلب منه. القضيه بتجي لك قول له طب سيبها لي اسبوع اقراها. ماشي لا ماشي ده خلص لا مش كده. هنا المحامي في دي بناء شخصيته، تحديد اتعابه، التعامل مع الموكل، التعامل مع الجمهور، هو ده. تبدا كبير تفضل على طول كبير، والرزق بتاع ربنا خلي بالك، الرزق بتاع ربنا مش بتاع حد، مش بتاع فهلاوه، مش بتاع مش عارف، لا مش كده خالص، لا ده بتاع محامي محترم فاهم قاري من بين السطور، قاري المحكمه، كل ده اتعامل مع المهنه بتاعتي ازاي. لما تيجي انت النهارده حضرتك قلت للراجل لا ده هو قرار الحبس بتاعه كان يوم كذا وهيترجع النيابه بكره المحكمه بكره، ده كده امر الحبس بتاعه عدى صح؟ طب انت ما خليتش حاجه لنفسك، هتقول ايه؟ وعندها انت كل اللي عليك في القضيه دي تاخد القضيه وتقول لي سيبها لي حرام عشان الجلسه بكره وعشان نشوف ايه اللي هيحصل. ليه؟ كل ما يصدر منك في القضيه او التعامل منك في القضيه مرده ليك، وصدر قرار من المحكمه بان المتهم يصرف من المحكمه لسقوط امر الحبس الاحتياطي بتاعك انت، مجهودك انت، عملك انت، علمك انت، انت اللي فهمت كده وانت اللي فهمت المحكمه كده. لا الموكل يعرف ولا المحكمه اصلا تعرف، والمحكمه مش عايزه تعرف ان ده مصلحه. فهنا بقى لازم كل اجراء كل يصدر منك يتعلق بمصلحه موكلك بتاعك انت، مجهودك انت، علمك انت. انما تقول لك قول لي النبي يا استاذ موقف المتهم ايه في القضيه دي وهياخد ايه وهيعمل ايه، ده كلام، ده كلام كلام مرفوض. القضيه لما تجي لك مكتبك انت مسؤول عنها زيك اكتر من المحكمه. الموكل اللي جه وكلك ملوش علاقه بالموضوع بقى، والموكل بيديك اتعابك وبيتعامل معاك وتشوف انت عايز مستند ايه، عايز ايه تقول له يجيبه لك. ده الدلع دلع. ولما تيجي بقى قول اتعابك، كلم في اتعابك، كلم في اتعابك، طالما انك انت لم تفصح للمحامي للموكل عن مضمون القضيه وعن الثغرات وفي ثغرات وعن مواقف المتهمين كل واحد دول ايه، انت محامي صح. ليه؟ لان ده مجهودك وتعبك اللي انت هتاخد عليه الاف الجنيهات اتعاب. فهنا لما انت تبقى كده هتبقى محامي محترم، هتبقى محامي محترم. لا ده محامي فاهم جدا، ده محامي صح، ده محامي شاطر جدا. ليه؟ لانك انت حديثك مقتضى، مقتضى مع المحامي مع الموكل، حديثك مقتضى. ما تترفعش بره، ما في محامين بيترفعوا بره، بيترفع للمواكب في، ودي كارثه سودا ما تنفعش. لا انت، انت مسؤول، انت اكتر واحد مسؤول في الدعوه. فاذا سر الدعوه معاك انت. لان ليه؟ لان الموكل جايب لك الدعوه دي علشان دي قضيه هو متهم فيها، فجايبها لك انت الاهل الخبره عشان انت تتصرف في القضيه. وليه بقى؟ لما تيجي تترافع انت بقى والراجل مش عارف حاجه، هو ابنه متهم في قضيه قتل وخلاص
وبيقول يا رب والست بتدعي وكل. انما بقى لما تيجي انت تترافع بقى وهو في يقينه يا ضيط قتل، هياخد حكم، هياخد مؤبد، ده ممكن ياخد اعدام. لما تيجي حضرتك تترافع بقى في القضيه وانت فاهمها كويس وتبتدي تعرض دافع ودفوع وتشرح وتبين للمحكمه، وانتهت المحكمه قالت الحكم اخر الجلسه، وانتهت المحكمه قالت حكمت المحكمه بمراءه المنتهى من انتهاء المسند الدليل، انت هتبقى ايه؟ ها؟ ايه بقى؟ ايه الوقع ده عليكم كمحامي؟ محدش طارق طبعا من الفرحه. انت بقى فرحان بنفسك جدا، فرحان بنفسك جدا، ليه؟ لانك انت عملت عمل محدش يقدر يعمله. انت اقنعت المحكمه بعكس اللي في الورق. النيابه فضلت دفاعك عن ادله سوء بتاع النيابه. في اكتر من كده؟ طيب لما نيجي بقى نشوف اهل المنتهى اللي خد براءه ده، وقبل دقيقه قبل الاحكام كانوا فاكرين انهم ممكن ياخدوا اعدام. شوف انت بقى هتبقى ايه بالنسبه لك؟ لو انت واخد مثلا 200,000 ولا 300,000 الدنيا هتلعب معاك وهتبقى حلاوه المكتب وبتاع والدنيا ماشي. هنا هنا الحديث الواقعي ده هو حديث المحاماه، هو ده حديث المحاماه. لما نيجي نقول ايوه، طب لما جينا بقى نقول الاستئناف بتاع الجنح 10 ايام، طب جيت حضرتك عملت الحكم النيابي وعملت معارضه، عملت معارضه في الحكم اللي هو 10 ايام، برضه 10 ايام مده الطعن 10 ايام، ورحت الاستئناف، جه الاستئناف ما حضرتش تعمل معارضه في 10 ايام، ولكن ولكن دليل العذر ملازم للي هو بيتكاسل عن المواعيد بتاعه الاستئناف، بس هو دليل العذر سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. النبي البهوات اللي فوق يا استاذ انت يا استاذ الواجب يا استاذ اللي بتشاور زمانك عايزين تفهم، والناس اللي فوق ده عايزين تفهم. اه ماشي طب خلاص، هنا دليل العذر سلاح ذو حدين، اما هيعدي والمحكمه هتقبله وهتكلم في الموضوع وايا كان الحكم بعد ما بتاعنا بتاع ربنا ومجهودك. طيب ده افترض المحكمه بتطبق القانون، وفي ده غير كده تطبق القانون وتاخد منك دليل العذر، واخر الكاس تلاقي المحكمه مدي عدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد المعاد. قانون سر، قانون سر، وخدت منك دليل العذر، خلاص يا استاذ اخر الجلسه، وتلاقي الحكم اخر الجلسه حكمت المحكمه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد المعاد. خلصت، ولا يقبل طعن ولا يقبل حاجه تاني. ما احنا في الاستئناف لما يكون حكم في الموضوع بندعم عليه بالنار، لكن ده قفله من حيث الشكل، والشكل ده معاد، والمعاد ده القانون محدده، مفيش كلام فات قفلت. ده عشان سلاح ذو حدين، فاحنا بنقول نبقى حريصين على ان احنا نستعمل في المعاد تحسبا لان يحصل حاجه زي كده. احنا عرفنا المواعيد بقى 10 ايام 10 ايام. هنيجي نتكلم في حاجه ثانيه بقى مهمه جدا جدا جدا. في حاجه اسمها انقضاء الدعوه الجنائيه وسقوط العقوبه. انقضاء الدعوه الجنائيه وسقوط العقوبه. خلي بالكم انتوا كده هتشتغلوا في الموضوع ده كتير. هتشتغلوا فيه كتير قوي. وممكن تعمل منه حاجات فلوس كتير قوي. اه سهل جدا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ احنا بنقول ايه؟ انقضاء الدعوة الجنائية.
دعوة وسقوط العقوبة للحب، سقوط العقوبة اللي هو الحب. طيب ما القانون في دي افتكر المادة 15 الإجراءات حددها، بس حدد نص المادة دي تنقضي بقد ايه ودي تسقط بقد ايه، وعشان انت بقى تشرح دي لان نص القانون مختطب لكن التطبيق عملي. بنقول بقى انقضاء الدعوة، يعني الدعوة الجنائية يعني لم يصدر فيها حكم بعد، حكم نهائي وبعد دعوة جنائية اللي تخضع للقضاء هي الدعوة التي لم يصدر فيها حكم أو إجراء، لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. خلي بالكم دي مهمة. طيب والعقوبة ليه عقوبة برضه إيه؟ نهائية، حكم نهائي وبعد، نيجي نطبق عليه العقوبة ودي تطبق عليه السقوط ودي بتنطبق عندي بتختلف. نتكلم في سقوط الدعوة. ايه الدعوة بقى؟ الدعوة الجنائية اللي هي بتحركها النيابة العامة. اللي بتحركها النيابة العامة. أول عم بشر تاخد نفس الطريقة. وصدر فيها حكم استئناف والكلام ده. طب الدعوة الجنائية اللي بتحركها النيابة العامة سواء جنح أو جناية أو مخالفة. مخالفة أو جنحة أو جناية. ودي بتحركهم الدعوة الجنائية إلا في استثناء بتبقى على طريق إيه؟ جنح مباشرة وما شابه ذلك. طيب. ما هو القانون برضه ما سابش الأمور كده، اللي يضرب ضد حكم يروح يهرب، واللي يجي في دعوة النيابة حركتها وما جاش، لا. وضع لها ضوابط. دي في المادة 15 إجراءات جنائية. الدعوة بقى هل تسقط الدعوة الجنائية في مواد المخالفات لمدة سنة. تسقط الدعوة الجنائية في المخالفات لمدة سنة. إذا مر عليها سنة كاملة لم يتخذ فيها إجراء. طيب الجنح تنقضي الدعوة الجنائية في الجنحة بمضي 3 سنوات. تنقضي الدعوة كلامنا في الهند مش تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء. يبقى تنقضي الدعوة الجنائية بمضي 3 سنوات على آخر إجراء فيها. وهنقولها زي دي. طب بالنسبة للجنح، طب بالنسبة للجنايات في الدعوة بره، تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من تاريخ آخر إجراء في الدعوة. تنقضي العقوبة فيها السقوط. تنقضي الدعوة. تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنايات إذا كانت الواقعة جناية بمضي 10 سنوات من تاريخ آخر إجراء في الدعوة. ماشي؟ ده بالنسبة للدعوة في مواد المخالفات والجنح والجنايات. طب نيجي بقى في العقوبة في الحكم. هو العقوبة هي الحكم. نيجي في العقوبة. قال فيها إيه المشرع في القانون بقى؟ قال بالنسبة للحكم، اللي صادر في جنحة يشترط فيه ايه عشان حضرتك تتمسك بسقوط العقوبة
بالنسبة للحكم ده لازم نحكم الحكم أيا كان بقى الحكم في الجنح تسقط العقوبة في مواد الجنح بمضي 5 سنوات من تاريخ الحكم شرط ألا يتخلل إجراء خاطع للتقاضي. مهمة دي هقولها. نعم حتى لو قاعد معاك هقولها. خلي بالكم من دي لأن دي في التطبيق بتبقى تسقط العقوبة في مواد الجنى بمضي 5 سنوات من تاريخ الحكم بشرط ألا يتخللها إجراء طوال هذه المدة. طوال هذه المدة يعني 5 سنين يمر من تاريخ الحكم لغاية نهاية ال5 سنين ما فيش فيه إجراء خالص تم. إجراء تم يعني إيه؟ يعني الحكم صدر والمتهم حاول ان هو يهرب لغايه ما العقوبه تظهر. يعمل ايه بقى؟ مفيش اجراء يتخذ منه. يقدم طلب للنيابه، يقدم طلب يجي يستأنف، يجي مش عارف يعمل ايه. اذا قرر الاستئناف قطع التقاضي، اذا قدم طلب للنيابه في القضيه دي قطع التقاضي، اذا كان في اعلان لو النيابه بعتت له اعلان بالحكم الغيابي والتقاضي يبقى قطع التقاضي. اي اجراء يتخذ في الحكم خلال المده يبقى قطع التقاضي. طيب في حاجه. طيب طب ايه الشرط؟ ايه الشرط اللي يتمتع به المتهم المحكوم عليه علشان يستفيد من سقوط العقوبه بحكم؟ ايه الشرط بقى عشان يستفيد المتهم من الحكم ده؟ طيب قلنا عشان يستفيد ايه التوافر شروطه في الحكم ده؟ انه يكون الحكم نهائي وبات غير قابل لاي اي طعن من الطعون. حكم نهائي بات غير قابل للطعن. حكم نهائي بات استنفذ كل طرق الطعن التي نص عليها القانون حتى يستفيد المتهم من سقوط العقوبة اللي مضى على صدورها 5 سنين. يبقى لما تيجي حضرتك بقى هيجيلكم من ده كتير. قلنا الحكم يبقى لابد ان يكون نهائي وبات واستنفذ كافه طرق الطعن التي نص عليها القانون هنا بقى لو هتيجي حضرتك يجي لك موكل يقول لك ابني اتقبض عليه امبارح في الكمين وما اعرفش عايزينه ليه، وهو الراجل اللي معاه لا رقم قضيه ولا معاه حاجه ولا يعرف حاجه. فانت حضرتك بتقول له طب ايه؟ احنا هنشوف الموضوع ده بكره. بتروح حضرتك الاسم التابع ليه اللي الكمين قبض عليه فيه وراح حلوه وسلمه في الاسم التابع ليه. الاسم بيحجزه لانه ضرب على الكمبيوتر في الكمين لقى عليه جنحه ومحكوم عليها ومحكوم عليه فيها 3 سنين. فانت بتروح تسال في التنفيذ فوق بتوع الاسم وتقول لهم والله في فلان ده جه واتقبض عليه في الكمين هو في ايه بالنسبه لي؟ بيقوم مطلع بند الحجز بتاعه يقول لك ده هو محجوز على سنه القضيه رقم كذا اللي صدر بها حكم غيابي عليه في 3 سنين. حضرتك بتقوم واخد رقم القضيه وتقوم طالع على النيابه على التنفيذ على موظف التنفيذ بتاع الاحكام اللي في النيابه وتقول له انا بشوف القضيه دي ايه اللي تم فيها؟
بيقوم يطلع لك الجدول ويقوم جايب القضيه رقم القضيه وتاريخ الحكم والتهمه المسنده اليه وغياب. خلاص انت كده وصلت لمرحله انك عرفت المعلومات كلها عن المتهم بقى ومحجوز ليه والكلام ده كله. ايه بقى التصرف هنا؟ ايه التصرف هنا؟ ما تسمعش الاحداث، في حاجه احسن. استنى استنى، ما انا بقول لكم المحامي ما يتعبدش في اي حاجه خالص. خد كل ورقه واقراها بس بموضوعيه، بموضوعيه، ما تقراش لا تقرا شكل تقرا كلمات، لكن على بقرة مضمون. نعم حاول بس هو. لا لا والله انا اقول حاجه بس عليك يجي هتوفر عليك اللي جاي. هتيجي حضرتك تقرا المحضر ومعاك، وهتروح تشوف صوره القضيه هتجيبها وهتلاقي القضيه فيها الحكم، هتلاقي القضيه فالحكم الغيابي اللي صدر فيها بنشوف الصوت الحكم دي الحكم اللي صدر فيها قد ايه. الواقعه دي كانت امتى؟ بتاريخ كام؟ والنيابة حالتها المحكمة الجنع بتاريخ كام؟ والحكم صدر بتاريخ كام؟ والنهارده كام؟ النهارده كام؟ أنا الحكم عندي صدر من 2015. أنا النهارده عايز أعمل له معارضة وإحنا في 2018. أول حاجة بقى تقوم جايب الحكم وجايب تاريخ الحكم. وتبدأ تبحث هل معمدة التنفيذ فوق بقى هو في اعلان في الحكم ده الغيابي ده؟ هقول لك لا احنا ما عندناش اعلان. طب في حد قدم طلب؟ لا ما فيش حد قدم طلب. يبقى انت كده دخلت في موضوع تاني جدا ومحترم وهيوفر عليك. وتقوم حاسب بقى تاريخ الحكم والتاريخ اللي انت هتعمل فيه معارض النهارده. إذا لقيت الحكم ده الغيابي ده مر عليه ثلاث سنوات، ثلاث سنوات ومفيش أي إجراء قاطع للتقادم خلال المدة دي، والثلاث سنوات من تاريخ الحكم لحد النهارده مفيش أي إجراء قاطع للتقادم فيه، يبقى أنت دخلت في انقضاء دعوة. انقضاء دعوة مش انقضاء حكم، بالرغم من ان في حكم. بالرغم من ان في حكم. لكن انت هتمسك بانقضاء دعوه. مهم. وعايز بقى حضرتك هنا بقى هنا بقى التفكير والذكاء والابداع بتاع حضرتك. هذا مش في القانون. انت جيت قال لك ده حكم. والحكم صادر باليوم كذا والنهارده ثلاث سنين عدت ثلاث سنين بس ما عداش الخمسه. ده الحكم بالدعوه بس تسقط الدعوه خمس سنين. الحكم ده اعمل فيه ايه؟ لا ما انت قاري بقى وفاهم وفاهم. ايه بقى؟ دعوه ليه؟ مش حكم. لان الحكم اللي بيسقط بمضي المده لابد ان يكون حكم نهائي بان استنفذ كافة طرق الطعن اللي نص عليها القانون. يبقى انا هنا بصدد دعوه. استنى حاول بقى سيد قلت حاجه غلط في الاول مش عدها لك. هنا 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 لما يجي الوزن يقول لك استاذ حكم لا مش حكم. انا عامل معرض قدام المحكمة هتيجي تدفع. أنت عملت معارضة في الحكم الغيابي. هتيجي قدام المحكمة تدفع تقول والحاضر مع المتهم طلب انقضاء الدعوة بمضي المدة لأن الحكم صادر يوم كذا ولم يتخلله خلال تلك الفترة أي إجراء قاطع للتقادم.
الى يوم كذا، وبالتالي يحق للمتهم ان هو يستفيد من نص المنهج 15 ويبقى انقضاء دعوه وليس انقضاء عقوبه، وليس سقوط عقوبه، انقضاء دعوه وليس سقوط عقوبه. معنى ايه انه استنفذ كف الطرق والطعن؟ عشان خلاص نزل معارضة واستئناف ومعارضة استئنافية ونقض كده خلص كده استنفذ كافة الطرق والطعن اللي نص عليها القانون. يبقى هنا في الحالة دي يبقى احنا بصدد سقوط عقوبة وليس انقضاء دعوة، سقوط عقوبة وليس انقضاء دعوة. فده مهم جدا جدا عشان يطلع. طب انت في بقى في الاستئناف في محكمه الجنح المستهدف لما بتيجي تقول انت عملت معارضه استئنافيه في محكمه الجنح المستهدف، عملت استئناف وما حضرش المستهدف وجيت عملت معارضه استئنافيه، بتنظر الدعوه المحكمه بتنظر الدعوه اللي هي ايه في الجنح المستهدف، بتيجي انت تدفع الدفع ده، تدفع الدفع ده اللي ده انقضاء دعوه وليس انقضاء عقوبه. لا ده وصلنا للجنح المستأنفة والمحكمة هتكتب قانون رب التأييد أو اعتبار المعارضة كالمتاكة. لا لسه أنا قدامي درجة من درجات التقاضي اللي هي الطعن بالنقض. فهنا المحكمة طبعا فاهمين، فهنا بقى تلاقي رئيس الدكتور بتاع الجنح المستأنفة يقول لك أستاذ هو وأنت منين إن في إجراء ما قطعش التقاضي ده؟ يقول لك يا رئيس أنا جبت ما ينفيك الكلام ده، انت جايب شهاده بالتنفيذ بقى وعامل فيتك الشاطر الناجح اللي هو بيفكر اللي هو بيقرا من الصدور اللي هو عارف كل حاجه في الاجراءات، بتروح انت بقى الموظف بتاع التنفيذ حتى بتشتغل الدنيا معاه وتقول له مفيش شهاده بالتنفيذ، بيديك شهاده بالتنفيذ ان الحكم ده صدر يوم كذا وما تخدلوش الاجراء خالص. ثم قدمت والله المحكمة اقتنعت بالشهادة اللي انت قدمتها خير وبركة خلاص هتاخد انقضاء دعوة، ما اقتنعتش كلها تبقى سد قوم بعت لسكرتير التنفيذ يقول له خد القضية دي هات شهادة من التنفيذ من عندك. سكرتير التنفيذ يقوم منزل ياخد من الواقع التنفيذ دفتر التنفيذ اللي ايه الاجراء اللي تمت فيه القضية وبينزلها له بيلاقي فعلا الدفع بتاعك سليم وان دي حكم دي دعوه مش حكم لان الحكم بس تنفذش كفه الطرق والطعن وان مفيش اجراء تخلل هذه الدعوه ويديك ايه انقضاء الدعوه بمضي المده بالرغم من ان هناك حكم او درجه حكم في المعارضه حكم في الاستئناف حكم في اعتبار المعارضه السليمه. نعم لا على صوتي انت محامي ايه؟ حكم لسه موجود في بياخد ياخد سقوط العقوبه سقوط العقوبه بنص القانون لان مضى على سقوط العقوبه دي سقوط العقوبه دي 5 سنين او في حكم يا 3 سنين في حاله الدعوه. ده اللي هو الجمهور لا ما هو معروض عليه مش محتاج تركيز محبوس مش محتاج تركيز لا اللي هينصرف ينصرف ونقفل الباب وطبعا اللي ينصرف يعني على الرحب والسعة. أنا عرفنا اللي عايزين يشتغلوا محامين واللي مش عايزين. يلا أستاذ بسرعة والنبي عشان نقفل الباب. يا وليد ايه اللي جاب في البال؟ مش لما الباب بتفتح؟ ايه في الباب يا خلاص هنبدأ طيب بقى بالنسبة
عنها القضية مهمة جدا. عنها قضية مهمة جدا. حاضر. بالنسبة نتكلم بقى بالنسبة للجناية برضه. احنا قلنا تسقط الدعوة في مواد الجنايات بمرور 10 سنوات بالدعوة. بشرط انه لا يتخللها اجراء قاطع للتقادم في الدعوة. طب الحكم بقى في الجناية بيسقط بعد ايه؟ 20 سنة. 20 سنة. انا هقول والله العظيم في الجناية. أما خلص بس وبعدين هنكمل. بالنسبة للجناية الدعوة بتسقط بعشر سنين، بتنقضي بعشر سنين، والحكم بينقضي حضوري بينقضي بعشرين سنة. حكم الحضوري بينقضي بعشرين سنة. طب الحكم الحضوري الصادر بالإعدام. طيب الحكم اللي من الجناية بينقضي بعشرين سنة بشرط برضه ألا يتخلى لهذه المدة إجراء قاطع بالتقاضي. إذا تم إجراء واحد بس في مدة العشرين سنة دول يقطع للتقدم ويبدا يعد من جديد. يبدا يعد من جديد تاني. ده افترض ان دول 20 سنه وبقى 19 سنه و7 شهور واتقبض عليه في حظه التعس. يجي بقى ادى اجراء قطع للتقادم. يعد بقى ما يعد ايه واتقبض عليه خلاص. المهم في بقى حاجه ما لازم تعرفوها. طب اللي بياخد حكم في جناية ويسافر بره. بياخد حكم في جناية وسافر بره لا يعتد بالمدة التي تلت الحكم حتى لو 50 سنة مش تقاضى إلا لما يتقبض عليه ويجي هنا في الأراضي المصرية يبقى ده خلاص. طب افرض هو سافر بره وجيه كده عن طريق الحدود ومحدش قبض عليه. نبدأ نحسب مدة التقادم من تاريخ تواجده على الأراضي المصرية 20 سنة. ها؟ حابب نتحكم عليه؟ وقبل ما الحكم يصدر عليه هيبقى في حكم أصلا عشان يبقى في تقدم مسكوت. وخلاص عمل كده، ده هتبقى دعوة بقى مش حكومة. عمل جريمة وهم. خلاص ده هتبقى مش فيش حكم. يبقى مش إجراء التخص خلاص ضده ولا مثلا أمام جانب التحقيق خلاص هيبقى دعوة من طريق آخر إجراء وهو مش إجراء التخص ضده أصلا. دي بالنسبة للإيه؟ للطعن في الأحكام وبالنسبة للقضاء الدعوة وسقوط العقوبة. حد عايز له أي استفسار في الحاجات دي؟ أو واقف تعال وما سامعك ما تسندش زميلتي كيف تتكلم. لا ما هو كده فضلوا خلي الاسئله الاخر بقى. على فكره لو نصه مش مشكله ما النتيجه بتصفصف في الاخر على الممارسين المهني. يلا استاذ اتفضل. كمل انت كويس. لا انا مش حاسب حاجه دلوقتي اللي بتشاف الجو اهو. يلا استاذ يا وليد انت بتفتح الباب على الضربتين يا وليد. ايه العز ده؟ اقفل يا ابن الباب بقى. خلاص الاسئله في الاخر.
نحن نتكلم النهارده في قضيه معايا هي عملي. ما تقفل قدام الباب انت، ما تقفل الباب بقى. اقفل الباب من جوه. هو انت واقف كده؟ اقفل الباب قلت لك. اقفل الباب. حرام. احنا النهارده احنا اتكلمنا في المخدرات، واتكلمنا في التلبس، واتكلمنا في الاذن يعني برضه. بس انا هنلاقي لابس بعدين. يعني لازم ننوع شويه. ف يعني بالنسبه لي في عندنا جرائم بتعدي على النفس. دي مهمه جدا. اللي فيها قانون كتير قوي. لان تعدي على النفس ده انواع التعدي او انواع القضايا فيه كتير جدا. والمحامي ليه دور كبير جدا فيه. والمحامي الناجح قوي يبقى في النوع ده قوي. لان هو انت بتحس، انت كمحامي بتحس بالمجتمع بقيمتك ومكانتك. مش فيها كلام يعني. طيب احنا لما نتكلم في قضيه التعدي على النفس اللي هي بقى تبدا من اول الضرب، يقول على الضرب دي وضرب افضى الى موت ومشاجره وقتل عمد بس وقتل مجرد من القصور وقتل فيه الظروف المشدده كلها، عمد مع سبق الاثار والترصد واقتران جنايه بجنايه واقتران جنايه بملحق، كل ده قتل تعدي على النفس. طيب جرائم التعدي على النفس دي التفكير فيها دقيق جدا، والمحامي اللي بيشتغل في القضيه دي او المحامي اللي هو يحب النوع ده ما بيبصش لاي حاجه، لانه هو بيشتغل في عمل يتعلق بحياه البني ادم. مش مخدر ولا لا، ده حياه بني ادم. حياه بني ادم اجهز على روحه. والتهم اجهز في اللغه العربيه. ماشي؟ ده تعدي على النفس. ممكن ازهاق الروح، ممكن عاهه، ممكن اي ضرب، مش ايا كان بقى، ده تعدي على النفس. طب صور بقى التعدي ده ازاي؟ مثلا قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. ايه الاصرار والترصد؟ الكلام ده كله دي ظروف مشدده. ظروف مشدده بتغير وصف الفعل. لان في جريمه قتل المتهم فيها من 3 سنين. في وسام لا مش خطا. قول لي يا استاذ، قول لي يا استاذ مش خطا. وفي جريمه قتل المتهم بيحال فيها للمفرش، يعني تاخد اعدام. ودي قتل، ودي قتل. ده في واحده، ده تم اظهار روحه وده تم اظهار روحه. ده بتتوقف عليه بقى على القيد والوصف بتاع النيابه العامه للواقع. هل الواقعه دي مقترنه بظروف مشدده ولا لا؟ ظروف مشدده ولا لا؟ ده احنا معانا النهارده قضيه أنا حاضر فيها، قضية أتعم مع سرقة الإصرار والترصد. ودي حاجة يعني عملية أهي في القضية دي محكمة الجنائي. دي النسخة اللي هي مع المحكمة.
اول ما تيجي تقرا القران الاتي دي شوف البلاغ المبدئي، البلاغ المبدئي للوضع زي ما بنقول في قضايا المخدرات نشوف محضر التحريات، هنا نشوف البلاغ المبدئي. البلاغ المبدئي ده بنقول عليه وليد الدعوه، وليد الدعوه البلاغ المبدئي، لان المبدئي البلاغ المبدئي يحمل فطرياته الحقيقه. ليه؟ لان لسه الواقعه في مهدها، الواقعه في مهدها لسه، تعدي حصل فعلا، نتيجه حصلت، دم لسه، الجثه لسه موجوده. فهنا حديث الواقع الحقيقه اللي بيتقال قد يكون من واحد مالوش مصلحه، قد يكون واحد مش قريب المبنى عليه، قد يكون احد اقارب المبنى عليه وشاف الواقع، قد يكون واحد غريب وشاف الواقع، بيجي يقول لك كده بلاغ المبدئي اللي عندنا. حيث تبلغ لنا، بلغ لديوان المركز من مستشفى الجامعه بوصول عدد اثنين قال على اسمهم، والاثنين هم قال على اسمهم مش هنقول على اسمهم احنا، والتقابل مع المدعو فلان الفلاني وعليه ولمناسبته. قال ايه بقى الراجل ده؟ قال ان ولادي والاثنين بلغوني انهم اتقتلوا اثناء كانوا راكبين قالوا ومعدين الناحيه التانيه من البحر. ده البلاغ المبدئي. ولما قال الكلام ده، واللي بيقول الكلام ده مين بقى؟ ابوه. طب انت شفت الواقعه؟ قال لا ما شفتهاش، ده الناس بلغوني. خلي بالك، انت شفت الواقعه؟ لا ما شفتهاش، الناس بلغوني. طيب اللي بلغوك دول قالوا لك هما شافوا مين اللي ضرب؟ قال لا مش. كان الدنيا ليل في الفجر اليوم بدري، وهما معدوا في موز الناحيه الثانيه وانتقلوا وانا ما شفتش. ففي القضيه دي في اثنين مبنى عليهم اتقتلوا ومفيش فاعل. خلي بالك يا مصطفى، شوف الوقت مصطفى، فانا مفيش فاعل. طب الشرطه بتبحث مش لاقيين، يبحثوا، عرضوا على النيابه، النيابه تطلب تحريات المباحث عن الواقعه وظروفها ومناسبتها ونشوف مين اللي جاي. وبعد كده جه واحد الشرطه عايزه تشتغل، لان الوضع في التوقيت ده حاله الامنيه صعبه ومش عارفين يجيبوا المتهمين، وكله عمال يقول لك عايزين المتهمين عايزين المتهمين. طيب شرطة عملت تحريات وقالت ثلاث تحريات على ان فلان الفلاني ده كان متواجد اثناء ارتكاب المتهمين الواقعه، وكان واقف في البلكونه بتاعه البيت بتاعهم وشاف الناس دي خارجه من القالب وضربوهم ودخلوا نباتات الموز. طب انت شفت الناس دي؟ قال له انا شفتهم. مين؟ حدد اسمائهم. حدد اسمائهم، والمباحث عملت محضر بالكلام ده، وقامت عارضه على النيابه، النيابه اصدرت امر الضبط واحضار المتهمين. طبعا عشان يجيبوا المتهمين ما عرفوش يجيبوا خالص. النيابه حققت وجابت الشاهد ده، ده بقى شاهد الاثبات الوحيد في الدعوه، اللي هو ايه؟
انا شفت المتهمين وهم بيضربوا المجن عليهم ده. وكل واحد كان معاه بندقيه آلي وضربوا الاثنين المتهمين بالسلاح الآلي، وانا شفتهم وكانوا ضربوه وهم خارجين من الآلي على الشط في الناحيه الثانيه. وبعد كده نمشي القضيه اتحالت في محكمه الجنايه، والضباط جم شهدوا بصحه الواقعه دي، واتحالت القضيه لمحكمه الجنايه. المتهمين هربين، فلما المتهمين هربوا فقضية حالة المحكمة، المحكمة حكمت غيالي من أشغال الشقة المؤبدة التلاتة أخوان. طيب اتقبض عليه فعملنا إعادة إجراءات، فعملنا إعادة إجراءات هم بالداخل لأن اتقبض عليهم فالنيابة تتحفظ. لكن لو جه من أول مرة سلم نفسه للنيابة إن هي بتبني سبيله، وبعد كده القضية تروح لمحكمة الاستئناف ويعادوا حكمتهم. المهم اتحددت الجلسة للمتهم. أنا كنت مؤكد في القضية، فأنا خدت القضية النسخة دي قريتها وقريتها كويس، وابتديت أطلع فيها الدفاع بتاعي. طبعا لما قريتها ما كانش ينفع اترفع من اول جلسه. ليه؟ لان في ليا طلبات عايز اطلب من المحكمه شهود، واطلب من جهات رسميه بعض الطلبات تتعلق بالواقعه عشان اكمل منظومه الدفاع بتاعي اللي انا هشتغل بيها قدام المحكمه. وفعلا جينا في الجلسة وحضرت وطلبنا طلبات من المحكمة عشان بس يبقى ايه الأمر واضح. أقول لكم ازاي بقى أنت بتحضر في الجلسة، ازاي محضر الجلسة أهو، أدي محضر الجلسة، محضر الجلسة بتاع محكمة الجناية الأول. أهو هو ايه بقى محضر الجلسه؟ بيقول ايه؟ محضر الجلسه فيه الدباجه بتاعت المحكمه، تاريخ تحت رئاسه المستشار وعضويه المستشارين اتنين اهو، والمستشارين محكمه استئناف، وهنا وكيل النيابه وسكرتير التحقيق. دول تكوين محكمه الجنايه، تشكيل محكمه الجنايه. وهنا بقى لما يحضر الشهود حضر الاستاذ سيدي الجمال مقصود قدام عشان انا بقى بالنسبه للطلبات بتاعه احنا طلبنا والد المبنى عليه، طلبنا شاهد الاثبات اللي هو الشاهد الوحيد في الدعوه، طلبنا التصريح من الوحده المحليه لبيان عما اذا كان الشاهد ده له محل اقامه في هذا المكان من عدمه، طلبنا من مستشفى الجامعه تحديد سياره الاسعاف التي اقلت جثتي المجني عليه. عايزين عربيه الاسعاف اللي جابت الجثث. فطبعا جت الجثه المحدده، جه الشاهد، جه الاب، استعلمنا من المستشفى الجامعه، قالوا احنا ما توصلناش للسياره الاسعاف اللي هي نقلت الجثه. وجبنا خطاب من الوحده المحليه رسمي ان الشاهد ده غير مقيم في المكان ده. خلي بالكوا دي مهمه جدا بقى، مش غير مقيم بس كده خلاص، لا ده ايه مضمون تأثيرها في التاريخ. جينا في المحكمة، جينا في المحكمة بقى جبنا شاهد إثبات المحكمة، سألته وأنا سألته، اتضح إن شاهد الإثبات ده ما كانش موجود على مسرح الواقع خالص ولا شافها
خلي بالك ممكن تتهربوا. جهاز ده بتتصارع فيه ولا جه ولا شاف. الشاهد ده لما جه المحكمة طبعا اسئلته موجودة هي في هنا بعد الجلسة. بس مضمونها ايه بقى؟ لما تسأل المحكمة قالت له انت تسكن فين؟ قال له انا ساكن في المكان الفلاني. قال على مكان غير اللي هو قال عليه في النيابة ان انا ساكن في المكان ده قبل جنب الواقعة اللي هي حصلت فيها. بعد كده ايه سألته قال له طب انت شفت الواقعة دي؟ قال له لا. هو حلف اليمين قول انت كنت موجود وشفت كذا 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 كذا. قال له لا يا سيدي ما كنتش موجود. على الله ما المقولة في مسائل تحقيقات النيابة بمواجهتك بكذا كذا قررت انك كنت متواجد وشاهدت المتهمين حاملين كل منهم سلاح ناري بندقية آلي وقوة قاموا بإطلاق الآلة النارية على المجني عليهم وأردوهما قتيلا. قالوا لا ما قلتش الكلام ده. قلتش الكلام ده ازاي؟ قالوا والله أنا كنت قاعد على القهوة والشرطة جت وقاموا داخلين على القهوة ضربوا اللي ضربوه وخدوا اللي خدوه وخدوني من ضمن الناس اللي خدوه وقالوا لي تقول كذا 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 كذا. فرئيس المحكمة ازاي؟ قال له هو ده اللي حصل. وانا كنت جايب له خطاب رسمي ويفيد ان هو مش مقيم مش مقيم في المكان ده اللي هو لو كان صحيح كان شاف الواقع او كان يبقى كلامه صحيح. لكن انا جبت دليل مادي رسمي يؤكد عدم صحة مشاهدة الواقعة بل وعدم تواجده في مكان الواقعة. دليل رسمي ونعرض تطريح المحكمة. والمحكمة سألته وأنا سألته وبقول له أنت تعرضت لإكراه؟ قال لي أين تعرضت لإكراه؟ أجبروني وحجزوني وقعدوني ثلاث أيام في الحجز عشان أروح عشاء والظابط قال لي لو ما رحتش انت هتروح المحكمه وهتجينا تاني او تروح النيابه وتجينا تاني انت جيت بقى انا بقى بالنسبه للدفاع بتاعي هنقول ايه بقى في الدفاع في القضيه دي؟ ارجو ان نكتب دفاع في قضيه القتل. أنا جد الدفاع اللي هنا في محضر الجلسة والحضر دافع بأن الأدلة القولية نعم صوت حاضر أوكي دافع بأن الأدلة القولية والمادية تجزم بانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام جملة وتفصيلا طبقا لما جاء بأقوال والد المجني عليهما أصحاب المصلحة في الاتهام فإنهم لم يروا الواقع أو القائم بالتعدي على المجني عليهما مؤكدين أنه لا توجد خلافات بين المتهم والمجني عليهما طبقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة. نعم تاني حد يقول تاني من تاني طيب يعني قول بالاول خالص ها طيب حاضر دفع بعدم بان الادله القوليه والماديه تجزم باتفاق صله المتهم بالواقعه محل الاتهام جمله وتفصيلا طبقا لما جاء باقوال والد المجني عليهما اصحاب المصلحه في الاتهام
فإنهم لم يروا الواقع أو القائم بالتعدي على المبني عليهما، مؤكدين أنه لا توجد خلافات بين المتهم والمبني عليهما طبقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة. ثانيا عدم الاعتداء، عدم الاعتداء بما جاء بأخوان شهود الإثبات لتناقضها تناقضا يستعصي على الموائمة والتوفيق، وخاصة أنه يتعلق بجوهر ومضمون الدليل، وأن أي منهما لم يشاهد الواقعة طبقا لما هو ثابت في الأوراق. ثالثا دفع بأن إقرار شاهد الإثبات بالتحقيقات أمام المحكمة بأنه لم يتواجد على مسرح الواقعة ولم يشاهد أحداثها وأن ما جاء بأقواله بالتحقيقات كان نتيجة إكرار من الشاهد الرابع بصفته، وقرر له جبرا بأقوال لم تحدث منه ولكن أمليت عليه وهدده حتى أقر بها، خلي بالك حتى أقر بها، وسرعان ما عاد وأقر بالحقيقة رابعا كما دفع بأن إقرار الشاهد الأول بالتحقيقات الأولية محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة كافيا بذاته ليجزم بعدم صحة الواقعة وأن الشاهد لم يتواجد على مسرح الواقعة ولم يرى القائم بالتعدي. خامسا دفع بأن الأدلة المادية تجزم بعدم صحة الواقعة وتكفي بمفردها أيضا لتباعد بين المتهم والاتهام المسند إليه، وخاصة خلو الأوراق من سمة معينة للشرطة أو النيابة العامة، لمكان الواقع ولم تحدد مكان الواقعة ومكان تواجد الجثة ومعاينة النيابة ضرورية وحتمية لذلك، وخلوها أو انحسارها بعيدا عن الأوراق تجعل للدعوة صورة أخرى. كما تمسك الدفاع بالدليل الرسمي المتمثل في المستند الصادر من الجهات الرسمية حسب الواقع. واحد المبني عليه
له أكثر من 10 قضايا ومسجل لوحدة البحث. 2 شهادة من الوحدة المحلية أن الشاهد ليس له محل إقامة هو بمكان الواقع. 3 لم يستدل على من أحضر الجثة للمستشفى. 3 البلاغ مقبول. البلاغ مجهول. يبقى لا يمكن أن يرتب دليل معلوم على دليل مجهول. لا يمكن. خلي بالكم من دي. لا يمكن أن يرتب دليل معلوم بالحكم على دليل مجهول. طيب. 7 لا هنا العلامة بتاعتك أنت. ده على مش بتاعتك أنت. ولان عليك مين. ده دفاع ثابت في محضر الجلسة. دفاع ثابت في محضر الجلسة. في بقى انت هتقول ايه بقى في المحكمة المرافعة الشرعية ودي برضه في محضر الجلسة. هنا ده حديث واقعة التعدي على النفس. هنا بقى بالإيه؟ هنا بالإيه؟ إن أنا بقدم المتهمين أتلى عقد مع سلطة الإصدار والتنصر. ماشي؟ وعشان النيابة تدخل المحكمة في حتة الإعدام فتقول دي جريمة مقترنة. قال هنا في القيد والوصف ان دي جريمه مقترنه هاي. لانه في يوم ده قيد الوصف النيابه في امر الحلبه. لانه في يوم كذا المتهمين الاليمه قتلوا المجني عليه. قالوا اسمه عمدا مع سبق الاصرار والترب أبيت النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين بندقيتين آليتين وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه دور مجني عليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوته وابل من الأعيرة النارية قاصدين. اللي بالك بقى من دي الظروف المشدده اهو. قاصدين من ذلك قتل فاحدثوا به الاصابات الوارده بتقرير الصفه التشريحيه اللي هو بالشرط التي اودت بحياته على النحو المبين في الاوراق. خلي بالك من اللي جاي بقى هندخلنا في اعدامك. وقد اقترنت تلك الجنايه بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف السكر قتلوا المجني عليه اللي هو التاني عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية برضه نفس الاتهام وعقدوا العزم وعدوا للغرض ده سلاحين ناريين بالبنتين وتوجهوا إليه وفي المكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا به حتى قام بإطلاق الأعيان النارية صوته قاصدين من ذلك القتل فأحدثوا برضه الإصابات الموصوفة به والتي أودت بحياته. إيه الاتهام بقى الثالث؟ حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين. حازوا سلاحين مشاشخانين لا يجوز الترخيص بهم أو إحرازهم. الاتهام الثالث حازوا وأحرزوا ذخائر. ده الاتهامات الموضحة بأمر الحالة اللي النيابة مقدمة المتهم بيه. دي الواقعة ككل. واقعة ككل بأدلتها بدأت ازاي؟ شهود الإثبات فيها ازاي؟ الدفاع كان ايه؟ المحكمة كانت ايه؟ الدفاع في محضر الجلسة ايه؟ ورفع الشفوية ايه؟ المحكمة انتهت ايه؟
والمحكمة انتهت في البراءة الحمد لله والحب. نعم لا طبعا أنكر على الحكم اهو اقرا لكم منطوق اهو. فلهذه الاسباب وبعد الاقتضاء على المواد السالمه في البيان حكمت المحكمه عروضيا ببراءه كل ممن اسمائهم من الاتهام المسند اليه وفي الدعوى المدنيه برفضها والزمت رافعها في المسلسل.